الله وبركاته، رجعنا لكم فيديو جديد في التيم حق الصقور في قناة شاهم وكنان. ليتس جو يا بيبي. اها لا قصدي يا حبيبي، حنلعب طور الزومبي انا وكنان ومحمد وبراء، وراح وان شاء الله نفوز بسكواد الصقور حقنا، صح يا عيال؟ صحيح، سمينا السكواد حقنا سكواد الصقور. واضح حنفوز، واضح يا عم. انت تفائل بالخير تراك. انا خوفي بعدين ما عاد يمديها يا وحش. لا لا ما عليك، ما دام انا معاكم خلاص حنفوز. لا قصدي ما دام براء معانا حنفوز ان شاء الله. يا عيال سوينا فيديو قبل هذا بس ما راح انزله، والله دعسنا دعسه يا متابعين. طبعا احنا عندنا يعني خبر مؤسف للامانه. ليه خبر مؤسف؟ عشان بعد اسبوعين عندنا اختبارات نهائيه، ادعوا لنا، لكن بعدها ان شاء الله حتجيكم مقاطع شاطحه مقاطع شاطحه وحشيش. انا مو قصدي ناكل حشيش، لا انا قصدي مقاطع حقت حشيش شاطحه. تعرف اعرف 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 خلاص. رجعنا لكم بسكواد الصقور، ردوا كلكم، رجعنا لكم سكواد الصقور يا حبيبي. يلا يلا شباب، رجعنا لكم يا شباب بفيديو سكواد الصقور. اسمعوا يا شباب، طبعا اليوم انا حقول لكم على الاهداف. طيب اول حاجه لا تخلونا يا اخي نضارب على اللوت، خلونا نتقاسم كل شيء. طيب ثاني شيء الزعيم في النهايه ركزوا عليه، ابنوا بنايات عاليه اوكي عشان نقدر نقتله، لانه الزون حيصغر علينا وحنموت. ايوه ونصيحه، جمعوا القنابل ديك، جمعوا قنابل جمعوا زي القنابل هذه فقط، هذه لان هذه قويه. اوكي وايش عيدة عيدة مرة؟ جمعوا زي هذه القنابل وجمعوا الدروع والمكت، نصيحة عشان بس يا اخي ما يطلع لي متكت كثير، ما الاقي متكت كثير يا عيال. شاهر السلاح هذا ما يذكرك بحاجة؟ وش؟ تعال 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 شوف. نانديدا إيه اسمع، طب سلاح المنشار ما يذكرك بحاجة؟ يا شباب لحظة بالله، غير الموضوع يا غير الموضوع، غير 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 معليش عندي اتصال، معليش لحظة. نانديدا في كل مكان. ايوه ايوه يا شباب الحقوني الحقوني، تعالوا تعالوا فوق الاماكن العاليه. طب براء براء تعالوا فوق عشان الزومبي. طيب انتوا مو صح قلتوا نتقاسم اللوت؟ نعم صحيح. خذ السلاح المسك، والله اللي ياخذه اللي يذبحه. لا روح الفريق ما تتصل. لا انت قلت في الجبل اول، انا اخذه يا شاهر. كل شيء خلاص كنان ياخذه، خلاص انت اخوي حبيبي. اذا قعدنا نسوي زي كذا ما راح تنجح الخطه. خلاص لا 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 خلاص، ابى اتنازل بالسلاح لاخويا كنان حبيبي. ها فين الزومبي؟ هاي كنان. شكرا. خلاص خذوا في الجيمين، اصلا ما احتاجه. يا عيال في الراوند الاول انزل، والله زومبي يا عيال انزل وساعدوا كنان. ما عليك انا نازل. اي جو اي جو نابكيدا. يلا يلا روح روح يا شهر. نابكيدا نابكيدا يا عيال يا عيال الحقوني، انا اللي بموت، شكلي بلحق كنان. نابكيدا يا عيال، مين يتذكر نافيدا؟ انا اوريك يا زومبي. يا عيال شكلي بروح القبر. لازم تفول كذا يا عيال، انا باخذ الدي
خربانة. اسمعوا تعال برمي قنابل. يا عيال باخذ باخذ ذي. يا عيال كنان كنان. ايش في؟ كنان كنان حيموت علينا. فينو فينو؟ شايفه من بعيد قبيلة. انا مرة عند كنان. يا عيال يعني مشكلة ما معي الا ديجل. اسمعوا خلوا الزومبي علي انا ابغى يتجمع عشان تسوي له نبكيدة. ايوه وين عشان خبعد. كنان كنان فين فين كنان كنان دمه قليل يا شباب كنان. عندي عندي كنان معي معي بخاخ تعال كنان معي بخاخ. خذ يا شيخ سمعت كف جاي من المكسيك. كنان خذ خذ تعال تعال خذ عطرك عطرك. زومبي 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 عطرك عطرك مع الزومبي. اقتلوا اقتلوا وانا اعطيك شار معطل الفريق شار. انا خلاص خلص البخاخ باي باي. يا عيال ده كله في الراوند الاول هذا لو الراوند الاخير كيف حيكون؟ الراوند الاخير حيكون دافيدا. يا عيال ما تطلع لي القنبله ذيك الطرمبه. ما تتذكر الايام الجميله اللي كنا نسويها بالطرمبه. انا عندي سطرين من ماهر يا شباب جمعوا جمعوا يا محمد يا ورع اهدى اهدى جمعوا لوت طير الزود دحين مطرود من الفريق. يا شباب اجهزوا اللي يبغى مثلا يعدل على السلاح يغير من دحين سريع. يا عم انا سلاحتي احيانا تباني اغير عليه. صادق صادق يا براء. خذوا خذوا قنابل زيادة عشان اذا اجتمع عليكم الزومبي نقدر. ما تطلع لي قنابل ما تطلع لي. اتبعوا الو ايوه ايوه انا عندي سطرين منه. طب اعطيني 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 انا عندي سطر واحد بس ما عندي سطر انا اساسا. براء براء ايوه ما تتذكر الايام الجميله اللي كنا نسويها بالطرمبه كنت ارميها عليك كنت تلحقني. روح روح هذه مره بخليك انت اللي تلحقهم. يلا روح لا بقيت. الخطة الانتحارية ارمي ارمي علي الخطة الانتحارية. طب ابعد عشان لا تفنش انا. لا بقيت. الخطة الانتحارية اسمع هذه هذه اسمها الخطة الانتحارية. يا عيال انا طلت بالاشباط مع السلامة. فين يا عيال دحين بزل لكم باقرب نخلة. شم شم بام بام مسي اتاكم في برا. اسلحتي اسلحتي بفل خلاص ما عندي اسلحه. كلا يا عيال فصلت اليد حقت كلا سامي بالغرفة. ايه فصلت اليد حقت كلا. يا عيال تعالوا روح 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 سريع روح شوف ايش فيه. يا عيال كنان شكله حيموت. العادي ترى يركب لنا يا عيال بروح اهيله هذه خطة الانتحارية. لا لا ما اذا با اذا ما ما يعني يموت ترى ما يا عيال ترى كنان صحي صحي كنان. طيب ترى يموت ترى ما يصحى. هيلته 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 كنان تعال سريع. كنان لقيت كويب نسوي خطة انتحارية. شباب عندي زحمة انا. يلا وصلت وصلت. يا عيال كنان دم ناقص بهيله.
خليه حتى لو مات عادي لانه حيرسبن دحين يعني يعني احنا طيرنا الزود يا عيال تعالوا الطرمبات خلوها في نهاية الجيم عشان نهيل يا الله برات تفتكر بدايتي في ريك روم ايوه اذكر في مرة تضحيط لما اول قدمت واحد لا تفتكر بدايتي في ريك روم ما اعرف ولا شيء وانت علمتني وزي كذا والله البداية تعيسة طب اسمع برا تفتكر ايام الجميلة اللي كنت ارمي عليك الطرمبة وانت الحقني بعدها انت ترمي علي وانا ترمي علي وانا الحقك تفتكر كنان في صوت كنان بتتكلم والله يا شباب ترى طلقات عندنا نحن ما في طلقات سايرة قليلة مجمع شوية انا مجمع ما عليكم يا اعطيني طيب بلقات يا قاعد اسمع لو حلو ديقل قاعد اسمع كنان يا يتكلم اعطيني طلقات يا اخي ضعك الصوت شباب اهدوا يا شباب ترى مره ما هو وقت المزح حاليا خلاص صح صادق بدت المعركه طلقات عندي طيب من جد بقى كنان غصبا وكيرم عندك لا انا مش كويب اقول لك بس ما انا مش كويب ارموا عليهم القنابل ما هي قنابل اقتل وما عندي الا واحده قنبله واحده اقول لك رسما عندي ذا يا عيال انا حموت دي اختفت يا عيال انا دمي قليل انا عند كنتون يا شباب والله نقدر يا اخي والله نقدر نقدر بس يا اخي انفسنا مهندي قليل خلصت كنان انا جالس احاول يكون قريب من كنان كل شيء على مايوان يا عيال انا فاقع دمي تعال تقول لي دمك انت صح؟ ايه دمي 49 تعال عندي سريع تعال اوكي فينك؟ الطيران نوكيدا تعال مو وقتك معي دوب تقتل دوب انا بطير فوق المبنى ابعد عني برا ما عليك حق الدوب ايش خليت اللي خلصت طرمبات يا عيال انا بجمع الجواهر اللي فوق بجمعها حلو في طرمبه عندي يا عيال الجواهر ايش تسوي برا ما يذكرك بشيء ذا السلاح ايوه اللي شلت عليه ما يذكرك بشيء شباب لحظة جسد صاحبنا يا شباب في منشارنا اللي بياخده لا ما يذكرك بشي يا براء اللي يذكرني يا شاهر شباب يوم كنا نقطع حقنا الجيكتات فهمتك طبي علي يا كنان طب يا اصبر دقيقة ابشوف يلا يا شباب والله نقدر كوفو قلت لكم نقدر يا شباب يا عيال كنان طلع مو حاط الشاحب حاطه بالمكان الغلط عادي اهم شيء يا شباب دحين ركزوا دحين وقت الجد يا شباب هنا في منشار للي يبغاه
خليه. بس والله المنشار صراحة ضعيف يعني، ما انصح فيه للأمانة. لا لا لا، ترى المنشار انا ابغاه لي عشان افحط. لا والله كنت ابغاه كنان. اعطيك سلاح متك وتعطيني المنشار، اعطيك سلاح متك وتعطيني المنشار. خذ. تمزح يا شار صح؟ لا عشان ما احب سلاح دكتور دوم، احب المنشار كذا عشان اهو افقع من الزومبي. ما اعرف استوجبه، جالس اجرب. لا ارتو يطلق طلقات ضعيفة، اما التو يطلق طلقة قوية، بس لازم يشحن تستنى شوية. ما استوجبنا سبيس اي سنايبر. لا لا ما تقدر ما تقدر، هذا سلاح مني. واي عيل على سكر طيب. اوه اخذ ترى المنشار مو مره يعني كويس للامانه. لا المنشار لا المنشار كويس في الهروب عشان نفقع في الهروب، لكن في الهجوم ما يقتلوك هم الزومبي. والله يا في الهجوم هاي يا عيال شايف جلتش يا عيال، مينيم المنشار ترى شويه بعيد مو مره يعني. شباب اهدوا يا شباب. يا يا حموت حموت دمي 46. ابعد ابعد. محمد يا اخي لا تطيرهم. لا يا حموت بنهرب، انا فاقع والله انا فاقع. يا عيال يا عيال احس ما عاد ينديها يا وحش. لا ابقوا كذا. يا عيال والله لو مت حرام. تعال تعال عندي 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 عندي. يا شباب الحقوني الحقوني، انا اعرف ايش بسوي، الحقوني تعالوا الحقوني. تمام اصبروا. يلا جيت تفحيط. انتوا بس يا اخي مين ده اللي كسر؟ مين ده؟ والله مين خلاص؟ والله مو انا والله مو انا والله مو انا. ليه تكسر؟ شفتك انت اللي تكسر. ليه ليه خلاص اهدول سريع. لا ايوه انا دحين، بس في واحد قبل. المهم مركز وتعالوا هنا سريع. سريع سريع ما في وقت. ابعد 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 ابعد. يا عيال انا معايا العطر، انا معايا. طيب ليش ما تسويها من حديد يا ذكي؟ دحين شو اهدى اهدى، مو وقت الضحك يا شباب. يا عيال رسبا رش عليه يا عيال رشوا عليه. اصبر 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 اصبر. يا عيال يا عيال في واحد طالع دكتور دوم تعرفوه صح؟ يلا 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 يا عيال. مين اللي يطلب دوم؟ دكتور دوم اطلق اطلق اكثر شيء على البوت. على القلب على القلب على القلب حقه، على القلب الفتحه الفتحه اللي في صدره. ايوه ايوه اطلق اطلق. لا يوقف لا يوقف لا يوقف يوقف حنموت. يا عيال طيرني
كذب علي. على قلبه على قلبه على قلبه. لا توقف ولا توقف ويو على قلبه. لا حد يوقف لا حد يوقف لا حد يوقف. والله دمج اسطوري. اخذها. بيموت خلاص يا عيال. دمه ربع دمه ربع بيموت يا عيال. هانت يخب والله لو يخبيت هانت يا عيال. حموت 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 يا عيال. هانت هانت. قلت لك اقتلت. لا يوقف لا يوقف لا يوقف لا يوقف لا يوقف. يا عيال والله طلع من قلبه شعاع فرمة وجهي. يا عيال ساعدوني ما اقدر كذا انا لوحدي ترى. يا عيال والله قاعد يلطشنا ذا. ومحمد ليش تركز على الصغار يا شباب؟ ركزوا على الزعيم الزعيم الزعيم. كمان اكون ضربه القاضيه. التو 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 الزعيم الزعيم. ايوه ايوه تجري. تكفى يا براوة يا محمد. ليتس جو. اخيرا اخيرا. يلا يا عيال احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك اشتراك الجلسة التنبيهات. باي باي.